الرحمن الرحيم. التوجيهات الدينية من العتبتين المقدستين. نعزي الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله ومولانا أمير المؤمنين صلوات الله عليه وأبا محمد الحسن المجتبى عليه السلام وأبا عبد الله الحسين صلوات الله عليه والأئمة المعصومين عليهم السلام وبقية الله في الأرضين الإمام المنتظر المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف والمراجع العظام وأتباع أهل البيت عامة وأنتم يا زوار أبي عبد الله الحسين وأخيه أبي الفضل العباس عليهما السلام خاصة بذكرى استشهاد الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء عليها السلام. روى عيسى بن المستفاد الضرير عن الإمام موسى بن جعفر الكاظم عن أبيه عليهما السلام قال: لما حضرت رسول الله صلى الله عليه وآله الوفاة دعا الأنصار فخطب فيهم خطبة طويلة، فمما قال صلى الله عليه وآله: معاشر الأنصار، ألا فاسمعوا، ألا إن فاطمة بابها بابي وبيتها بيتي، فمن هتكه فقد هتك حجاب الله. قال الراوي: فبكى الإمام الكاظم عليه السلام طويلا وقطع بقية كلامه وقال: هتك والله حجاب الله، هتك والله حجاب الله، هتك والله حجاب الله. وكأنما كان النبي صلى الله عليه وآله يشير بذلك إلى ما سيحل بوحيدته العزيزة فاطمة الزهراء عليها السلام من المآسي والويلات من انتهاك حرمة ذلك البيت الرفيع من بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، بيت العصمة والطهارة، بيت الوحي والرسالة. وكأنه صلى الله عليه وآله يشير إلى ما جرت عليه تلك المأساة من الفجائع والفظائع على أهل بيته في يوم عاشوراء. فكما كان لاستشهاد الإمام الحسين صلوات الله عليه حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد أبدا، فكذلك كان لاستشهاد الصديقة الكبرى سيدة النساء فاطمة الزهراء عليها السلام حرارة ولوعة في قلوب المؤمنين وفي قلب أمير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم السلام، حرارة لن تبرد في القلوب ولوعة لن تهدأ في النفوس، تجسد الحب والولاء وملؤها المودة التي أمر الله تعالى بها في كتابه العزيز وجعلها أجرا للرسالة وعلامة للإيمان وقربة لله ولرسوله ورحمة للعباد في دنياهم وأخراهم. لقد كان في استشهاد الصديقة الطاهرة سلام الله عليها الدور الفعال في إلهاب العقول والقلوب
وفي تنبيه النفوس من الغفلة، وفي إعادة تفعيل النص كتابا وسنة في الواقع الإسلامي. الأمر الذي أسس له حدث الاستشهاد العظيم فأثار ما أثاره من دواعي إعادة تحريك الوجدان بما يكون له من الدور الفعال في إعادة تشكيل وبناء الرؤية الإسلامية للعالم والوجود، بل للإيمان والعقيدة. فكم من ضال اهتدى بنور الزهراء عليها السلام إلى واحة الحب والولاء، وكم من مخالف نبهه صوت الزهراء الهادر بما جرى عليها وهي تحمل عبق النبوة وأثر الرسالة. فاستبصر الحق وهدي إلى الصراط المستقيم، صراط محمد وعلي وفاطمة، صراط الحسن والحسين، صراط الأئمة الهداة المهديين، صراط المنقذ الأكبر والمنجي الأعظم، إمام زماننا وولي أمرنا المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه. وكلنا في غمرة الحاجة الملحة إلى يد غيبية تأخذ بأيدينا إلى طريق الهداية والتمسك بحبل الله المتين وصراطه المستقيم. فنتضرع إلى الله تعالى في أن يمن على أمتنا إدراك مسؤوليتها في الحفاظ على موروثها الإسلامي والعمل الجاد على إشاعة الحق، لا سيما في أوساط شبابنا الأعزاء. وفي هذه اللحظات الإيمانية وفي هذه العشية الأليمة نسأل الله تعالى بمولانا الحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين من ذريته وبنيه وبأخيه أبي الفضل العباس قمر العشيرة وبزينب الكبرى العقيلة، يا الله يا الله يا الله عجل فرج وظهور وليك صاحب العصر والزمان، يا الله واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه، يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم يا رب
الحسين. اللهم يا أبا الحسين بحق الحسين، بحق الحسين اشف صدر الحسين، اشف صدر الحسين بظهور الحجة، الحجة بحق الحجة، اشف صدر الحجة بظهور الحجة، يا رب المؤمنين اشف صدور المؤمنين، بظهور الحجة. يا الله يا رحمن يا رحيم، 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 يا مقلب القلوب، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، برحمتك يا أرحم الراحمين، اطلبوا حوائجكم فإنها مقضية إن شاء الله ببركة صاحبة الذكرى فاطمة الزهراء. صلوا على محمد وآل محمد.